الاخوان الاخوات السلام عليكم. اليوم داكشي اللي بغينا نهضر عليه هو العود القمري. كنهضروا على بعض الاعمال الروحانيه في العود القمري كي خصو يكون حر في بعض الاعمال الروحانيه وفي بعض العلاجات. لذلك اليوم غنجيب لكم الانواع ديال العود القمري اللي كاين. كاين العود القمري اللي شفتو في الاول في الفيديو هو البروميان، وهذا البروميان، وكاين هذا يكون شويه من بعده لا باس به، وكاين عود القمري نمسقي بروح ديال العود، ياخذ واحد نوع ديال العود وكيسقيوه بروح العود وكيدير بحال عود القمري في ريحتو، ولكن ما كيخدمش في الاعمال الروحانيه انما مزيان في البخور. وكاين هذا كاع البلانش كيبيع بشي 2 دراهم الغرام، هو كاع النم ديال العود ما فيه ما يصلح. يعني العود القمري اللي بغى يخدم في الروحانيه او في العلاج خصو ياخذ عود القمري الاصلي اللي كيتباع تقريبا بشي 70 درهم و 60 درهم للغرام، كيطرحوا بين 50 و 70 درهم. هذا هو الثمن الاصلي ديالو. هذا كل شيء اخواني اخواتي، والسلام عليكم.